تمر الذكرى 6 لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق على يد الإرهاب الأسود اللي استهدف موكبه بسيارة مفخخة خلال تحركه من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله بالقضاء العالي وسط القاهرة. 29 يونيو 2015، هذه ذكرى لا ننساها. تحية طبعا الدولة اقتصت من قتلة النائب العام، ومحكمة جنايات القاهرة في 2017 أصدرت حكما بإعدام 28 متهما والسجن المؤبد ل 15 آخرين، ومحكمة النقض في نوفمبر 2018 أيدت الحكم بالنسبة لتسع متهمين رئيسيين في هذا الأمر. وبرضه في 2019 تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين التسعة. نتذكر هشام بركات ونترحم عليه، ويعني نقدم للتحية لأسرته. التاسع والعشرون من يونيو عام 2015 تاريخ لا ينسى، فهو يوم استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات الذي اغتالته يد الجماعة الإرهابية الملطخة بالدماء. يوم الاستشهاد صادف 12 من رمضان عام 1436 هجريا، حيث استيقظ المصريون على فاجعة كبرى بنبأ استشهاد النائب العام بعد تفجير موكبه أثناء توجهه من منزله بحي مصر الجديدة إلى مقر عمله. الجماعة الإرهابية اعتبرت اغتياله صيدا ثمينا، فالبطل الشهيد هشام بركات ظل في منصبه قرابة عامين كان فيهما ممثلا للشعب في مواجهة الإرهابيين والمتطرفين، حيث أحال الآلاف من قيادات الإخوان وعناصرها إلى المحاكمة في اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل ضباط شرطة ومدنيين، فكانت الأوامر بالانتقام منه واغتياله. وعقب الجريمة توعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكشف خيوط الحادثة الإرهابية ومحاسبة الجنى. احنا عايزين نعزيهم صحيح، مش بالكلام، بالفعل، احكام ناجزة للعدالة في اسرع وقت ممكن. وبالفعل نجحت أجهزة الأمن في القبض على عدد من عناصر الجماعة الإرهابية الذين اعترفوا بتنفيذ الحادث، لتتم محاكمة منفذيها وإعدام عدد منهم ليعود حق الشهيد. وها هي الذكرى 6 لاغتياله تحل علينا بآلامها القاسية، لكن ولأنه من الشهداء الأبطال فإن القدر اختصه بالخلود في قلوب المصريين. هشام الرباط، كلمة أخيرة.